شاء الله نطلبوا برا انا وجهنا تونجي. واش عندك ما تفهم؟ هاونا داوني باش يطرق عليا، خاصتش معاهم. شكون باش يطرق عليك يا راجل؟ الحاكم الشيخ. تعرفش نسد عاقلي حالا. اش حالا؟ حالا حواجي زون تلحمة، حالا مش حالا معناها عن بقعة، عن بلاصة، نهبطش الفرسد وجيته. وش بيه؟ اش قال عليه؟ اش حال معاك؟ زرت مسدود ولدك، راهو في راس المظاهرة. اكثرش من هالهم، في راسها يا ابو كلب. شوفها انا في مرموسها. كيف تتكلم عليك يدوش؟ يدوش؟ هكا هو يدوش. بحسب المظاهرة شت بحري. ايه الشيخ اش يحب عندك؟ يحب يكافئني. بس انا تحت من الشيخ. ولدك شت في راس المظاهرة ولا نشت في راسه؟ اما ثم ربي. ثم ربي نشكاه ويدوش نشكاه ويقول انا قول لي لا تبارك لي. قلت انا قول لي لا تبارك لي. ولا اش مقيمني البختي. ماشي يا تجري تحب تخطبني قاتل تحب نفرح فيه. فلا يفرح هذا العام. يفرح ليه؟ أمس تضف. يفرح ليه؟ اش نعمل واش نقول؟ اش نقول واش نسمي؟ في عقاب عمري جد ولد يحب يطلع لي زاعي. متعلي الشيء. متعلي. يفرح ليه؟ لماذا كيف علي؟ كيف علي؟ انا قلها اللب تشب الكوشة وهي تقول لي سبعة وسطة. وين كان واش تقول؟ يا سيدي بلاريك يا مراد لازم يخليك يتشد ما يتشد فيها كان الدخفة اللي كيف ايام هذا اللي مش متشد هو اللي عليها عمله قال في فرنسا فرنكس وقال لهم لو بابا يتعدى يخلص لكم الفاتورة ليش هو ايش عنده مع فرنسا قل له ايش عنده مع فرنسا فرنسا ما يحشيشتها حلوة ما عندهاش تهرب خيشة قراتوا ورات بناتوا عليه عمت الكياسات وش منديفيرات باش وسيدي ولدي يشد لها في راس المظاهرة ويسمحها وصخوا بنيها ويقول لها اللي ما يتقالش طلعوا لدصر تبارك الله وراه جيت من ثابت قالوا منينك العريف قالوا من خواله خواله عمه شوية وما اي تراني يا سيدي متحكش من على خويتي بسم الله عليهم اخوان بسم الله على المنظر ما يتغبر بسم الله عليه سيدي ولدك انا المفسود انا اللي نشد ونسيب بلاش كبير ام اسمع يا مرحبا بالذي لا اله الا هو بالذي لا اله الا هو هما عندهم جاو تو باش يسلسلوني ويهزوني يرموني في قاع الحبس وكان واحد منكم يجيني ولا يجيب لي القفه إلا ما نفوش كون أرميها على وجهه، نحب نقعد وحدي كي نكلم في كاش، سألوني! يا خاطي جينا قالك تلبني بصلة. يا بصلة على عينك! يا بابا يجيني. يجيني يا بابا يجيني. كبرت يا فاضل. كبرت يا بابا. كبرت يا عزيز أمك. شميت هي حتى. من فضلك شبيك يا باي شعبان وليت بعثني في الاستعارات مع الشيخ يا بابا وليت شيخني في روحك ها؟ في دوم الدهشة وانا من رحت ما في بالكش يسا جليلي خلي في المعارض شبيك يا وليدي شبيك مع الشطار مش بهرنا في تطلع الأرضات المعلمة مش بالدرة مش بالمعلمة زعيم مش بتخليك نعاني الرجل
كتعان تمكش مش خلينا ناكل خبزتنا مسارقة ونموتوا بفرايشنا بعد عمر طويل كنا متفاهمين. فراسة اش عملتلي؟ اش بيك تسب فيها؟ بيناتكم حرثة ولا ورثة؟ وربي يا باي تكذب عليك والله ما سميتها. في هورا وفي راس المظاهرة كبوا سكتاية كرتابتكم طيشة عرقك شرتلة شلافتك ضايعة وكشاكشك تتهاضر وانت ترغي 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 ناموت ناموت ويحيى الوطن حتى يسمعنا شي حد. كيف تحب تموت عايش ولد ما وجه بموت في الدار تحت جرى حد لا سمع حد. كيف تحب تموت اش بك ماشي معايا فيها وفي مظاهره على عينك يا طويله باش اسمع اللي يسوى واللي ما يسواش اش قال اش قتلك ولد الجيلاني فد من بو يحب نتحرر وتموت ذكك وبرا يا بابا ما وجه شاو كيف صور وموت في عقلك يا عبد الله. انا ودي من موت يموت وهو ما شاء الله اش بي ودي يموت عندي منهم يا باي والله لاني بالعاني والله انا مروح من دار خالتي كنت راجع انا وفتح مدروسنا وعرضوني برشا ناس شادين علامات ويعيطوا يحيى يسقط يحيى يسقط يا باي انا هربت منها مشيت باش نمشي من الحومه وعرضوني ناس اخرى يحيى يسقط هربت من الحومه الاخرى عرضوني يحيى يسقط يا سيدي تاتا درويش ليك ما تنجمش تقول لهم واصل قرية انا راجع لكم بعد ربيع ساعه. جيت باش نقول لهم قلت لهم يا مظاهرة جيت باش نكلمهم بعد ذكرت لي انت قلت لي حرام الكذب ما تكذبش لكن ما قلتلهمش ما قلتلو كذب حرام اي قلتلو كذب حرام وقلتلو زاد الكذب في مصالح زايد قلتلك زايد ولا ما قلتلكش كيكي زايد قلتلك زايد واش البلاد تو المهم المهم قلت لي نموت ونموت والله يا باي طيب قدم هكا والله طريق قد هكا يا فاضل والله قد هكا ما لونك انت قلت نموت ونموت وطريق قد هكا وانا ابوك مش يشنقون يطلع الثاني قد هكا ولنا فراسة بعد عشرة قديمة مش تحسرت قلبها عليا وتولي تدور وجهها مني وانا ما نموت ويطير نعيني كان كيف واحد يحقر وعد الله على جيل هالوقت جيل منتج وراس نبينا محمد تنشحوا ليجيب منكم ربي وجاي زاد نبيكم نبلغوا لو كان يعمل لكم صافي عسل وصافي اسمن ما تراوش بيه الله يطاق الله يطاقك يا فراسة شتحمل يا اختي يا فراسة قلت لك انت في شر من احسنت اليه يا مدى ما سمعتش كلامي قلت لك اياك ثم اياك تعمل خير في سيد العرب قالوا سيدي ولدي دور هالك نموت ونموت وسلك روحك معاه نموت ونموت تزا دوشة اسمي دوشة 20 سنة مزوزين مع بعضنا وتسمع على هالشيء شو هالكلمة هز ربي متاعه يا اللهم صلي على النبي اللهم صلي على النبي بشريني بنبوس التفلي يا دوشة تخلط ما تخلط يا دوشة يا باي يا باي مش عارف مش هتشوف عايش باي لا احبش مش هتشوف جدا عايش والله ما عاد نقول ما تقولوش مات محموس من ولد عايش باي ما تقولوا هاش الكلمة الناس عايش باي قولوا هو غلق في فرشه على روحه وتحمد فيه كربة أكتب نموتوا نموتوا يا فرد والله شيء يا باي والله نموتوا نموتوا يا فرد والله لا يا باي والله باش وقفاني باش وقفاني هاو باش نموتوا يا زيد هاو باش نموتوا زيد عايش باي